كبير جدا بتاع الأندية اللي غيرت مدربيها أو اللي صعد. بس صحح حاجة في التقرير أنه أحمد عبد المنعم الشرب كشري لم يتولى رسميا بعد تدريب نادي إنبي، ولكنه أبرز المرشحين لتدريب الفريق، عشان بس إيه نكون أكثر دقة مع مشاهدينا الكرام. الزمالك، بيراميدز، فيوتشر، بنك الأهلي، فاركو، المقاولين، سيراميكا حافظوا على مدربينهم. الاهلي، طلاع الجيش، سموحه، المصري، انبي، الاسماعيلي، الاتحاد، لسه انبي، الاسماعيلي، الاتحاد، غزل المحله، حرس الحدود، اسوان الداخليه، ومدربين جدد. كيف ترى الظاهره بشكل عام، مع العلم مثلا ان تشيلسي وما ادراك ما تشيلسي بعد 3 أسابيع كان بيمشي توخيل وكان بيجيب مدرب برايتون اللي هو كان قدامه في الدوري من 3 أسابيع فقط لا غير. يعني حاجات اللي كنا بنقول لا تحدث الا في الدوري المصري لا بتحصل في كل حته دلوقتي. ما هم بيتفرجوا علينا. لا بتحصل مننا دلوقتي ظاهره عالميه. نعم، تغيير المدربين في كل مكان. انا حتى بلسكوني ماسك فرقه موانزا. نعم، شال المدرب صح كده يا جماعه؟ موانزا صح، حاجه زي كده. كل انت عارف ظاهره التغيير ده، حتى الالمان يعني الانجليز كمان تقليديين ما بيغيروش، كانوا دلوقتي بيغيروا كتير. الالمان كمان بيغيروا، صحيح، كل اوروبا بيغيروا. فعلا بقت ظاهره عالميه لان الصناعه بقت رهيبه. نعم، بقت مرعبه، بقت اقتصاد وفلوس كتيره جدا وجماهيريه وشعبيه وضغوط وتلفزيونات كده. يعني احنا عندنا طبعا كراسي موسيقيه كتير، احنا مزودينها قوي خلال الموسم، على ما اذكر ان الموسم اللي فات 49 او 48 مدرب اتغيروا او اتنقلوا من نادي الى نادي. ده مش معقول. ده هم 18 فريق. ازاي هم اتنين ما غيروش بس؟ فيوتشر والبنك الاهلي. نعم، ازاي كتير التغييرات يعني. دي كلها نعم. دي ظاهره يعني زيادة جدا عندنا احنا يعني. ما هو مفيش إدارة نادي هتغير إدارتها الإدارة نفسها يعني أو هتغير اللعيبة، لكن هتغير مدرب. أسهل حاجة تغيير مدرب. علما بأن مش شرط أن المدرب بس يبقى هو سبب المشكلة. صحيح يعني ممكن في حاجات عوامل كتيرة تخلي النتائج تتهز. يعني توخيل الراجل اداله 300 مليون جنيه استرليني وقال له هات لعيبه واعمل صفقات ومشاه. والراجل الامريكاني الاونر الجديد يعني اللي اشترى تشيلسي يعني اتلام على ده. طب انت لما انت هتشيله تديله فلوس ليه؟ طبعا قصه ان هو عشان اتغلب في اول ماتش في دوري ابطال اوروبا امبارح تعادل مع ريد بول سالزبورج مع هاري بوتر في اول مباراه. وموقف تشيلسي وحش جدا. جدا، مع انه كان مرشح هو ميلان ان هم يبقوا اول وثاني. يعني ما شاء الله دلوقتي في حاله سعاده يعني.